هنا مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث بدأ خط إنتاج التابلت واللابتوب باكورة إنتاجه ليحقق طفرة في صناعة هذه الأجهزة داخل مصر، فضلاً عن أنه يقلل فاتورة استيرادها من الخارج. ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، ووفق أحدث التقنيات وخطوط الإنتاج، تم تجهيز هذا المصنع بالشراكة مع القطاع الخاص. فكرة إنتاج التابلت هي كانت فكرة كانت يعني جاء في وقتها تماما بعد أحداث جائحة كورونا وتأثيرها واهتمام المواطن ككل بالأجهزة والتعليم عن بعد، فكان الفكرة بصراحة جت إنتاجية في وقتها جدا جدا إن إحنا نكون لنا السبق في إن إحنا نخوض هذا الغمار. إحنا هنا مسؤولين عن تصنيع المذر بورد أو البورد الرئيسية بتاعت التابلت أو الموبايل أو اللابتوب. دي أول حاجة بتحصل في المكون الإلكتروني، هو بداية البوردة الرئيسية، بعد كده بنجمع عليها الإلكترونيكس كومبوننت اللي هي المكونات الإلكترونية، بنعمل لها انسبكشن ونفتش على المكونات عشان نتأكد من جودة اللحامات وجودة زرع المكونات على سطح البوردة. عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية ينتجها المصنع كشاشات التلفزيون وكاميرات المراقبة أيضاً، ليساهم في تلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة وفي مقدمتها قطاع التعليم. بدأنا الأول بخطين إنتاج، وحالياً عندنا 4 خطوط إنتاج للتابلت واللابتوب والتليفون المحمول. إحنا بنستهدف في الوقت الحالي 700,000 جهاز على السنة، أكثر من 500 فرصة عمل و1000 فرصة تدريب لعمالة فنية ماهرة وفرها هذا المصنع الذي يعمل على زيادة المكون المحلي في منتجاته. نبدأ نجمع المنتج على خطوط الإنتاج، وطبعاً إحنا عندنا عدد العمالة على الخطوط حوالي 40 شخص على 4 خطوط إنتاج، وبعد كده بنبدأ نختبر الجهاز في الآخر عشان نطمن إن هو طالع بجودة عالية. عندنا مجموعة من الاختبارات بتتم في المعمل هنا، بداية من اختبار الإن أوت للمداخل، بعد كده بنختبر معانا المفصلات، بنختبر معانا الرطوبة والتسخين، عندنا برضو اختبار الفايبريشن، مكان الفايبريشن. منتج مصري يضاهي وينافس أي منتج مستورد، خاصة وأنه يخضع لكافة الاختبارات والقياسات الفنية التي تتفق ومعايير الجودة العالمية، ليوفر ملايين الأجهزة الإلكترونية التي تحمل شعار صنع في مصر. من مصر، طارق أحمد.